رغم كون قطر من أصغر الدول في العالم، إلا أن أدوارها المثيرة للجدل أكبر كثيراً. قطر، الدعم التاريخي للإرهاب، تحولت لمصدر إزعاج للإدارة الأمريكية. قناة سي إن بي سي الأمريكية كشفت أن الدوحة أصبحت كالصداع في رأس ترامب من خلال تصدير أزماتها ومشاكلها بمساع خبيثة لتحسين صورتها داخل الولايات المتحدة، طرق مباشرة وملتوية للنظام القطري لتشكيل لوبي يتبنى موقفها في المقاطعة العربية. قطر تنفق أكثر من 16 مليون دولار بزيادة قدرها 4 أضعاف، شراء شقة بسعر 6,500,000 دولار ببرج ترامب في نيويورك، والاستعانة بمستشار ترامب السابق بيري بينيت وراتب شهري 500,000 دولار، السماح بوجود أكثر من 11,000 جندي أمريكي في قاعدة العديد. محاولات الاستجداء بالمال المشبوه تتكشف تباعا، وترامب يبقي عينه على قطر.